أبرز إطلالات المشاهير في حفل جوائز أي أم أياس لعام 2019. برغم تنافس المشاهير على جائزة أفضل مغني في حفل جوائز أي أم أياس لعام 2019، إلا أنه كان هناك تنافس آخر على السجادة الحمراء. فقد حرصت العديد من النجمات على الظهور بشكل مختلف وجذاب، مثل تايلور سويفت وسيلينا غوميز اللتان ظهرتا بإطلالات مميزة. ندعوك هنا لمشاهدة أبرز إطلالات المشاهير في حفل جوائز أي أم أياس لعام 2019. كاميلا كابيلو، حيث ظهرت المغنية بإطلالة ناعمة بفستان رقيق من التول باللون البيج مزين بقطع تشبه فروع الشجر من دار أزياء أوسكار دي لا رينتا، وهذا باللون الذهبي من جيمي تشوز. تايلور سويفت، ارتدت تايلور سويفت فستانا لامعا بتصميم مميز باللون الأخضر من دار أزياء جوليان ماكدونالد، مع بوت عالي الركبة شتوي من كاساداي. كريستينا أغيليرا، بإطلالة مميزة ظهرت المغنية كريستينا أغيليرا بفستان باللون الأبيض مطرز مع وشاح للرأس من دار أزياء جان بول غوتيي. سيلينا غوميز، ظهرت سيلينا غوميز بفستان قصير من قماش الساتان باللون النيون الأخضر من فيرساتشي وحذاء من نفس الإطلالة. هاسلي، ارتدت هاسلي فستان بكشكشة بنقشات الورود الملونة من مارك جاكوبس. دو أليبا، بإطلالة مستوحاة من الثمانينات ظهرت دو أليبا بفستان باللون الوردي من قماش الساتان مزين بشريط أسود من المخمل. بيلي إيشيل، وكعادتها ظهرت بيلي إيليش بإطلالة فضفاضة من باربوري مكون من تيشيرت وبنطال مع قبعة مزينة من بلغاري.